ممكن ينتقل لبيراميدز؟ ينتقل بقى، ما هو حر. ما انت هو مش راضي يجدد لنادي الزمالك، يبقى اكيد اكيد في حد بيلعبه، في حد بيزاوله. ما مش هتيجي غير كده يا عم. مفيش حب للجماهير، مفيش. لا لا سيبك بقى من العوانطه دي بقى. هو بص، هو المظلوم في القصه دي كلها جماهير نادي الزمالك وجماهير النادي الاهلي وجماهير، هي اللي مظلومه في القصص دي كلها. لان هي بتحب اللعيب وبتديله، واللعيب ساعه لما بيجي يجدد ما بيسالش فيها، بيسال في الجنيه. هو صرح قال لك يعني لا بسيبك من التصريحات بقى والعوانطه دي. هو لو عايز يمضي، هو لو عايز يمضي سيبك بقى، اصل انا بحب جمهور الزمالك وعلى عيني وعلى راسي وكل الكلام ده، ويجي بعد كده يقول لك لا اصل انا عايز 3 مليون يورو. لا جمهور الزمالك يعني اهدى شويه بقى كده، وما تبوظوش الفرقه. لان انتوا لو ضغطتوا على الاداره، انا بكلمكم بمنتهى الامانه، لو ضغطتوا على الاداره وقلت لهم يجدد الفرقه تبوظ، انت كده بتعمل شرخ. لان بعد كده اي من هب ودب يقول لك اشمعنى اساسي. لا واللعيبه بتقول بس عشان نبقى واضحين. انا اللي بقول ومن حقها، ومن حقها يعني هتيجي تقول لا اصل ده محترف ده، لا في لعيبه عندك بتبص وبتقول، وفي لعيبه مترقبه. ده اذا كان كابتن رضا دلوقتي كل واحد في النادي الزمالك يقول لك انا عندي عرض. ما خلاص لعيبه حتى الصغيره يعني كل القوام يقول لك انا عندي عرض. هو مفيش عروض، حتى مفيش عروض ليه؟ لا اما عايز يتعدل عقده، يا اما عايز ما شاف هيصه يا عم، ما شاف هيصه. الله يرحم ايامك يا امير. وعلى فكره امير عنده كورونا، ربنا يشفيه يا رب. الف سلام عليه، ربنا يشفيه. الف سلام عليك، الف سلام عليه، ربنا يشفيه. بس فهي طالما فلتت مش هتقدر بقى. وانا سمعت من ضمن اللي انا سمعته ان زيزو العرض بتاعه كان فانكوش، صح؟ لا كان عرض مع الراجل بتاع مش عارف العيال الامارات. كان في عرض لزيزو يعني. هو من ناحيه بص، اللي كان ليهم عرض فعلا الونش وزيزو مصطفى محمد وفرجاني، والعرض باظ بتاع فرجاني بتاع الدحيل. في هنا في عروض هنا في مصر، وهيكون في عروض بره، مفيش مشكله يعني. لكن نادي الزمالك نادي كبير، ما وقفش على حد يا كابتن رضا. ايوه يا عم. الله. ايوه عامل اللي عايز يمشي بقى يمشي. ما يعني الموضوع بقى يعني بقى اوفر قوي. مالك؟ اصل كان يعني من حوالي 3 شهور كان كل ده متلجم، ما كناش بنسمع الكلام ده. فهتيجي طب يعني مثلا مرتضى هو اللي بعت العرض بتاع سانت اتيان؟ بيقولوا كده ان في شركات تسويق وفي ناس ورا العروض دي. فين يا راجل بقى؟ فين يا راجل؟ فين ده الكلام اللي بيقال يعني، سمعته من اكتر من حد. طيب اسامه جلال هل هو مفيد لنادي الزمالك؟ هل صفقه في وقتها؟ خلاص هو يعني هو لعيب كويس. في كلام ظهر النهارده كابتن رضا عشان تبقى بس ابديت بالاحداث اللي بتحصل. في كلام ظهر النهارده في النادي الزمالك قال لك ان اسامه جلال، في عندنا محمد عبد السلام، والاثنين بيلعبوا. لا اسامه اعلى. ايه؟ اسامه اعلى.